السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج عيالنا. طبعا مرحبا فيكم، كل اسبوع عندنا شيء جديد في برنامجنا، هالاسبوع عندنا اشياء جديدة كثيرة، شوفوها معنا. هلا بكم اعزائي المشاهدين، هذه التحية مني ومن مقدمين برنامج عيالنا خالد محمد. متابعي برنامج عيالنا، بنوقف عند ارائكم واسئلتكم، فاهلا بكم، لا تروح بعيد، راجعين لكم، بس خلونا نشوف العناوين. لعبة الكراسي الموسيقية متواصلة في الدولة الساسة لدوريات الفئات السنية. طبعا ضيف الحلقة مبارك غانم العالي، وحديث خاص عن فريق السد للشباب. بروفايل هذا الأسبوع، تعرفنا على طالب صالح اليهري بكل جوانب. ألين سولو قادم من إسبانيا ليكمل الكوادر الإدارية الموجودة في أكاديمية التفوق في سباير. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا أهم العناوين. طبعاً حلقتنا اليوم بتكون مميزة وفيها فقرات جميلة، والضيف طبعاً مميز، هو لاعب منتخبنا ونادي السد سابقاً، وهو مدرب نادي السد حالياً، هو الكابتن مبارك قانم العلي. مرحبا فيك كابتن. مرحبا بك محمد، مساكم الله بالخير. بداية خلني والله أشكركم على هالمقابلة الحلوة اللطيفة، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في مجالكم الإعلامي، ما شاء الله مميزين دائما. انا من الناس اللي اتابع برنامجكم واتمنى لكم التوفيق، هاي شرف لي تقريبا، انا اعتبر كوالد من او ابو من اباكم، واتمنى لكم التوفيق، وشيء يشرفني ان اكون معاكم في هالفقره. كابتن مبارك، تصدر ناديكم دوريات تحت 13 و14 و15 سنه، شلون تشوف الاختلاف